هنستمع إلى رؤية الناقد الرياضي المصري المقيم في الإمارات الأستاذ علي معالي، بيقول لنا آخر التطورات الخاصة بدور دبي الدولية، وأيضا أصداء مشاركة فريق أو بعثة النادي الأهلي في هذه المناسبة الرياضية الكبيرة. أستاذ علي مساء الخير. أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. يا ريت حضرتك تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات من خلال متابعتك ومتابعة وسائل الإعلام والصحف الرياضية تحديدا والصحافة بشكل عام في الإمارات لمشاركة النادي الأهلي ولدورة دبي بشكل عام. هي البطولة دي اسمها كاس دبي للقارات، اللي بيشرف عليها نجم من نجوم الكرة العالمية السابقين اللي هو ميشيل سالجادو، احد نجوم اسبانيا البارزين في تاريخ الكره. استطاع طبعا السنه اللي فاتت كان النسخه دي 13، كان 12 فريق فقط. السنه دي من خلال علاقاته استطاع ان يعني يجلب لهذا الحدث لهذه المرحله السنيه 20 لاعب من 13 دولة على مستوى دول العالم. اعتقد ده حدث يعني لهذه المرحلة السنية. حضرتك بتقول 20 فريق؟ 20 فريق من 13 دولة على مستوى العالم. تمام. الحدث ده هو مش عمل تجاري بحت، هو سالجادو ليه أكاديمية خاصة في دبي من سنوات طويلة، دايما بيعمل حاجات خاصة على مدينة دبي الرياضية، لأنه للأمانة استطاع أنه خلال الفترات اللي فاتت أنه يجذب الأنظار كثير من هذه المراحل السنية. مجلس دبي الرياضي أحد الداعمين لهذا الحدث الكبير. يعني أنت لما تشوف حضرتك الناس اللي دعاهم السنة دي عشان خاطر يتواجدوا في المؤتمر الصحفي للبطولة دي، هنجد مثلا أحد نجوم المنتخب السويدي كريستيان ويلهامسون كان متواجد، أيضا كان متواجد نجم ليفربول الأسبق كريس كيليمور كوليمور، أعتقد ده برضه من الأسماء اللامعة في تاريخ الكرة الإنجليزية، أيضا كان متواجد البرتغالي لويس فيجو. بالإضافة يعني لما تشوف حضرتك عدد الأسماء الفرق المشاركة في الحدث ده، يعني ريال مدريد كان مشارك، سيلتا فيجو مشارك، برشلونة مشارك، ليفربول مشارك، اليوفنتوس الإيطالي مشارك. العدد ده يعني يوحي إن في حدث كبير لهذه المرحلة السنة. يعني المرحلة العمرية لمجموعة من أشهر وأقوى أندية العالم أو أندية من مقدمة الأندية في العالم فعلا. والفرقة دي مش جاية مجرد أسماء فقط، لا، جايب الفرقة الأصلية بتاعت ريال مدريد كان موجود يعني في الماتش النهائي، أيضا كان في فرقة أفريقية، فرقة أنت عارف حضرتك الفرق المراحل السنية على مستوى القارة الأفريقية متطورة جدا، بدليل إن لعب المباراة النهائية ضد ريال مدريد فريق سبورتس الغاني، واستطاع فريق سبورتس الغاني يتفوق على ريال مدريد. فدي بتوحي إن الحدث بشكل عام كأسماء كبيرة من أندية كبيرة على مستوى العالم متواجدة من أوروبا بيمثلها ليفربول وليفنتوس ايضا وريال مدريد وبرشلونه في افريقيا في سبورتس وفي نادي الاهلي وفي وادي دجله، ودايما للامانه بعيدا عن نتائج البطوله وبعيدا عن الاسماء اللامعه في البطوله، دايما الفريق الاهلي او اي فريق من الاهلي مش في الكوره فقط، ودي حقيقه يجب ذكرها، يعني في الكوره في السله في الطائره في اي لعبه يتواجد في اي مكان في منطقه الخليج دايما يكذب اليه المتابعين. في حاله خاصه يعني ده بيقودنا كلام حضرتك يا استاذ علي، بيقودنا لسؤالي التالي، هل فعلا وجدت حاله جماهيريه واعلاميه خاصه طبعا بتبقى مصاحبه لوجود اي فريق بيمثل النادي الاهلي خاصه لو من فرق كره القدم في اي دوله عربيه او افريقيه؟ بطبيعه الحال ان مصر في تحديد الاهلي في دول الخليج وتحديدا في الامارات كمان، خلينا اخص الامارات لان في جاليه كبيره جدا من المصريين متواجدين. طبعا لا ننكر الانديه الاخرى، لكن الاهلي ليه حاله خاصه جدا، بدليل ان مثلا اي فريق كوره سواء الفريق الاول او اي فريق كوره يتواجد في اي مكان بتجد الزحف الجماهيري المتواجد، بتجد العائلات المصريه دايما تذهب لتشجيع فريق الاهلي. واعتقد ان المرحله السنه دي يعني ميزه كويسه جدا انها تجد من يتابعهم من المصريين، تجد من يلعبون معاهم من النجوم الكبار على مستوى ريال مدريد، على مستوى سيلتا فيجو، على مستوى ليفربول، على مستوى برشلونه. دي خبرات كويسه جدا وعاليه جدا وبتفيد لما تشوف لاعب عنده 13 سنه يلعب مع نجوم العالم. اعتقد دي في تاريخه هتبقى خبره كبيره جدا ليه، ودي ميزه بيتميز بها النادي الاهلي، وانا شايف ان وادي دجله برضه سائر في هذا الاتجاه، ودي حاجه ايجابيه بشكل عام للكره المصريه. يعني شايف يا استاذ علي ان في فوائد فنيه كبيره جدا للاحتكاك مع المدارس اللي هي الافضل على الاطلاق في عالم كره القدم في المرحله العمريه دي، استفادت انديتنا المصريه والعربيه المشاركه وفي مقدمتها النادي الاهلي. الكابتن زيزو طبعا احد الخبراء العرب اللي متميزين جدا في هذا القطاع من العمر السني لهؤلاء اللاعبين، واعتقد انه لا يوافق على مشاركه مثل هذه المرحله السنيه بمثل هذا الحدث الا اذا كان عارف ان في
هناك فائده كبيره جدا لهذه المرحله وتوقعوا خلال السنوات الجايه اذا مثلا في بطوله ان شاء الله معموله السنه الجايه او اللي بعديها اذا فرقه الاهلي هذه المرحله شاركت فيها توقعوا خلال 3 4 سنين قدام الفرقه دي هيبقى مستواها ازاي والاهلي هيستفيد من هذه المرحله السنيه ازاي في تدعيم كافه القطاعات الموجوده سواء شباب او اولمبي او فريق اول متواجد في النادي. اكيد كلامك منطقيا يعني سليم وفنيا 100% يا استاذ علي، والكل بيامل انه تبنى نتائج جيده في المستقبل القريب ان شاء الله لاولادنا المشاركين في هذه الدورات كاس دبي للقارات من خلال المشاركين. في ميزه كمان مهمه جدا في مثل هذه الاحداث ان اللاعب في المرحله السنيه دي بيكون شخصيه من خلال التعامل مع النجوم من نجوم خارج مصر. احنا ما يعيب اللاعب المصري بشكل عام انه منطوي على المحليه اكثر من الانفتاح على العالم الخارجي. لما لاعب عنده 13 سنه يتعامل مع نجم ريال مدريد ومع برشلونه ومع ليفربول اعتقد ان خبراته وشخصيته بتزداد نضجا وتزداد نموا، ولما يكبر يبقى في مرحله عمريه اكبر ما يخافش لما يبقى في اول مواجهه مع فريق من الفرق دي في اي مرحله من مراحل البطولات اللي ممكن يشارك فيها في حياته بعد كده. ودي اللي كنا بنعاني منه زمان ان عندنا نجوم كبار جدا لكن عندنا لما بنطلع بره في الملاعب الخارجيه على المستويات العربيه على المستوى الافريقي على المستوى الاوروبي بيبقى عندنا انطواء كبير جدا بيأثر علينا داخل الملعب، لكن لما اللعيب في المرحله السنيه دي ينفتح على العالم الخارجي بهذا الشكل اعتقد في اي مواجهات خارجيه هتبقى الاستفاده كبيره ان شاء الله. يعني ان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق لهذه الدوره الكبيره الكرويه كاس دبي للقارات وان شاء الله تسير بشكل رائع ونستفيد من مشاركتنا الاهلي طبعا في مقدمه الانديه المصريه والعربيه المشاركه مع مجموعه من الفرق الافريقيه حسبما اشار الناقد الرياضي الاستاذ علي معالي الناقد المصري المقيم في الامارات. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك على المشاركه معنا.